بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 74. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على قوله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهنا نشير إلى أن الله جل وعلا إذا ذكر الرسول من باب الإخبار فإنه يأتي باسمه فيقول: وما محمد إلا رسول، وآمنوا بما نزل على محمد. وأما إذا ناداه فإنه يناديه باسم النبوة والرسالة: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ولم يناده باسمه أبدا في القرآن العظيم. وفي قوله سبحانه وتعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تثبيت للمسلمين وإشارة إلى بقاء هذا الدين واستمراره، وأن الله سيقيض له من يقوم به، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قد تحقق ذلك في موقف أبي بكر الصديق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في حروب الردة، فإن الله ثبت بهم هذا الدين وقمع بهم المرتدين، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ومن ينقلب على عقبيه، يعني يرتد عن دين الإسلام، فلن يضر الله شيئا، إنما يضر نفسه. وأما الله جل وعلا فإنه لا يتضرر بمعصية العاصين ولا ينتفع بطاعة المطيعين، وإنما مصلحة الطاعة راجعة إلى العباد، ومضرة المعصية راجعة إلى العباد. فالله إنما يأمرهم بطاعته وينهاهم عن معصيته لمصلحتهم هم، لا من أجل منفعة تعود عليها أو مضرة تندفع عنه جل وعلا، فإنه غني عنهم وعن أعمالهم وعن عبادتهم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهنا يقول: ومن ينقلب على عقبيه، يعني يرتد عن دينه، فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا وعد من الله جل وعلا للثابتين على دين الإسلام الذين شكروا نعمة الله وتمسكوا بهذا الدين، لأن الله لا يضيع أجر عملهم وأجر ثباتهم وأجر تمسكهم بهذا الدين، فإن الله لا يضيع ذلك لهم سبحانه وتعالى، بل إنه يشكر لهم ذلك. والله جل وعلا شكور، يشكر لعباده ويجازي الخير الكثير
على العمل القليل ويضاعف الأعمال. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. هذا من شكر الله جل وعلا، مضاعفته للأعمال هذا من شكره جل وعلا لعباده. فمن أسمائه جل وعلا الشكور الذي يشكر عباده على عملهم وطاعتهم وينميها لهم ويثيبهم عليها، هذا من شكره جل وعلا لعباده. وسنجزي الشاكرين، والله جل وعلا لا ينقص من خزائنه شيء، فمع عظيم مضاعفته وجزائه للشاكرين فإن خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، كما قال سبحانه وتعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وفي هذه الآيات الكريمات ثم قال سبحانه وتعالى: ومن ينقلب على عقبيه فسنجزي الله الشاكرين، ثم قال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الله جل وعلا يقول لعباده المؤمنين إن الله جل وعلا لا يضيع أعمالكم ولا يضيع تعبكم وصبركم، لا يذهب سدى عند الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى في أن كل نفس إنما تموت بأجلها، وأن الأجل محدود ومقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ لا يزيد ولا ينقص. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي إذن الله القدري، فإنه قدر الأعمال والآجال والأرزاق وقدر كل شيء. وهذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.